اه انا بوري بس حضراتكم ايه اللي بيحصل. واول اولا بقى اول باول مش عارف اقولها ازاي، اول باول بنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل اهو. ده تصريح طبعا بعد الكلام اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم ده، الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري قاله في كتصريح يعني في احد المواقع، وبالتالي او ده على الموقع الرسمي لاتحاد الكره. اذا ده على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم قايل كده الاستاذ وليد العطار. يبقى حضرتك يا استاذ وليد من الواضح ان حضرتك كنت ناسي حاجه، والعميد محمد مرجان بيفكر حضرتك لانه صادر ووارد ومرسل. وبعدين هو قال لحضرتك ان هو بعت يوم 29/7 ويوم 19/9 ويوم 1/10 ولم يتم الرد حتى هذه اللحظه. طيب الخبر برضو بيتقال فيه ان اللائحه موجوده على الموقع. طب انا عملت سكرين شوت حالا واحنا قاعدين، مش انا يعني، الشباب عندنا في الاعداد عملوا سكرين شوت للموقع. ما هو اصل خلي بال حضرتك كلام برضو غريب جدا ده على الهواء، على الهواء مباشره من قد ايه يا محمود؟ حالا دلوقتي عفوا لا يؤد نتائج. دي لائحه الانضباط او المسابقات، هات اللي بعدها. حضرتك بص فوق كده هتلاقي ايه، حاجه مكتوبه اسمها لائحه الانضباط. لائحه الانضباط عفوا لا يوجد نتائج. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ مش كده. طب هات رجع لي تاني اللي قبل دي معلش يا سمير، دي صوره رجعها لي. لائحه المسابقات عفوا لا يوجد نتائج. اه والله يا كابتن ده حالا دلوقتي عاملينه طبعا، من الواضح ان هي اتشالت يعني يا جماعه، يعني مش عارف اقول ايه. هات لي بقى لائحه العقوبات عفوا لا يوجد نتائج. طب نجيب اي حاجه تانية عشان تطلع لنا نتائج فيها ان الموقع ده شغال. يعني يعني يا جماعه مش كده، قلنا اي حاجه متاكد انها موقع الاتحاد. يعني انا على الهوا اهو اهو. حضرتك بص على الشمال هات لنا حاجه يا جماعه. بطالب كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرجوا علينا بعد اذنكم يخشوا وشوفوا. لو لقيتوا حضراتكم ابعتوا لي على ابعتوا على صفحه القناه لو لقيتوا اي حاجه من الكلام ده غير ما يعني يا جماعه بجد. خشونا على اي موضوع تاني كده على. طب بقول لك ايه يعني بجد انا تعبت يعني. في ماتش بكره ولا خلاص؟ بقول لك ايه يا جماعه انا هقفل انا همشي هقوم امشي كابتن. مش كده يعني، يعني للدرجه دي؟ ما هو للدرجه دي. اذا الكلام يا كابتن اسلام احنا ما بنتكلمش هنا كلام نظري.